البيانات ولا فقط الأخيرة في الدرس هذا اللي هي كونستركسيون ديال لي ميديان. شفنا القرن الأولى كونستركسيون ديال لي بيسيكتريس، شفنا لي هودور، شفنا الميدياتريس بطريقتين مختلفتين وكيفاش كنرسموهم وشحال الميدياتريس وبزاف ديال الحوايج. دابا غادي نمشيو نشوفو لي ميديان، وهو آخر فقرة عندنا في هذا الكور هذا. إذا غادي نمشيو ننتقلوا للشرح ديال الدرس ولكن بعد الفاصل. صافي واجدين مغيزين البقرات الاولين، ما كاينش شي مشكل. لا كاين حتى مشكل. صافي ما يكونش عندكم مشكل. راه التمرين اللي عند احلام اللي غادي نديرو في الاخر راه كيهضر على الميدياتريس، تما غادي نصاوبو كاملين وغادي نشوفو واش فهمنا ولا ما فهمناش. اذا اليوم غادي نديرو الكونستركسيون ديال الميديا. هاد الميديا اول مره غادي تسمعوا الميديا، ما قريتوهاش في السادس. هذه اول مره غادي تقراو. مثلا هنايا عندنا في لو تريونغل الميديان، كان الميديان لي تخوا ميديان ديال التريونغل سون لي ميديان اوزي ا شاكا دي سون دو كوتي ديال التريونغل. يعني هاد الميديان هادو يعني عندهم علاقه باش بالراس ديال المثلث، بالرؤوس ديال المثلث. صافي. اذا شنو هو هاد الميديان؟ عندنا المثلث ديالنا ا بي سي، يعني باش ننشئوا هاد الميديان بو كونستروير لي تخوا ميديان، باش ننشا هاد ثلاثه ديال لي ميديان ديال هاد المثلث ا بي سي تي. اذا انا شنو خاصني ندير؟ بو كونستروير سيكسيفمون لي ميديان او زي دو سي، وعاوتاني لي ميديان او زي دو بي، والميديان او زي دو، يعني الميديان يزيد دو ا ولا ديال بي ولا ديال سي. اذا كاين طارق هو راه نصف المستقيم، غالبا كاين طارق من بي نصف المستقيم، الميديان كيكون نصف المستقيم، كاين طارق من النقطة ولكن في كيمشي كيدوز على الميليو ديال السيغمون المقابل. هادشي اللي غادي نشوف. اذا نعرفو لا ديفينيسيون ديالو ديال الميديان باش نابليكيوها. قالو لنا ان ميديان يزي دان سون، اذا ميديان ديال المقابل لواحد الراس الا دروات كي باس بار سو سومي اللي كينطلق من هذا الراس اي لو ميليو دو كوتي اوبوزي دو سو سوم، ومن المنتصف ديال القطعه المقابله لهذا الراس. اذا المستقيم كيمر من الراس ومن المنتصف ديال القطعه المقابله، اذا هذا هو لو ميديان. لما نشوف شي مستقيم كيمر من شي مقاس وكيدوز على المنتصف ديال القطعه المقابله كنسميه لو ميدي. مفهوم هذا؟ الديفينيسيون واضحه؟ نعم استاذ. نعم استاذ. دابا هنا كيفاش يمكن لينا نرسمو هاد الميديان وحنا كنا عرفنا لا ديفينيسيون ديالو بانه كيمر من الراس سي وكيدوز على الميليو ديال المقابل ديال اف. اذا هنا غيعطيونا الطرق كيفاش غادي نرسمو هاد الميديان. اذا هنا بوغ كومونسون باغ لا ميديان باسون باغ لو ميليو ديال اف. اذا شنو كنديرو؟ اون روبيري لو ميليو ديال لو سيغمون باغ ريغل غرادوي. اذا كنشدو هاد الباغال هاد السيغمون كنحددو المنتصف ديالها باستعمال مسطره المدرج. ما كنتش كنعرف باستعمال المدرسه المسطره، غادي البركه بحال اللي غنرسم الميدياتريس وغادي نحددها. اذا من بعد كنحدد لا ميزور ديال ابي اللي هو 9.4، كنقسمو على جوج باش يعطيني 4.7 وكنحددها، ونحدد زاويتين متقيسين. من بعد كناخذ المستقيم المار من النقطه سي والمار من هذا المنتصف ديال القطعه. إذن هنا اون تخاص لا دغوات باسون باغ لو ميليو دو ا بي اي باس باغ سي. إذن مار من النقطة سي و الميليو ديال ا. إذن هذا هو اللي كنسميه أنا لو ميديان. إذن ميم بروسيدور غادي نديروها بالنسبة ل ا سي، حتى هو غادي ناخدو لي ميزيغ ديالو غنطراسيو الميليو وغادي نرسمو المستقيم المار من الرأس والميليو ديال قطعة أوبوز. نفس الطريقة غادي نديرو بالنسبة للبوان أ
اذا حتى هو غادي ناخذ البي سي لا ميزور والميليو ديالو اونتراسيو القطعة المقابلة. اذا كما لاحظتوا هادو هما الطرق باش كنرسموا لي ميديان. لي ديفينيسيون ديال الميديان قلنا هو لا دروات باس با واحد لو سومي وكيدوز على الميليو ديال كوتي اوبوز. اذا فهاد لوكا ديال الميديان يقد يكون لنا الحاله فاش كيكون متوازي الاضلاع. الميديان قد يكون هو الارتفاع، قد يكون ارتفاع ولا ما يكونش. قولوا واش الميديان والميدياتريس والبيسيكتريس قد يكونوا ارتفاعات في المثلث الاكيلاتيرا متساوي الاضلاع. هذا دابا سؤال الطرف. نعم علاش؟ لانهم غيكونوا كيدوزوا كلهم من المنتصف ديال القطعه المقابل. نعم وغيولي حتى ميديان، هو ميديان وميدياتريس وبيسيكتريس. هادو من الخصائص اللي انا خاصني نتعلم لهم باش ما نتلفش. اذا كما جات دخلت صديقه ديالكم متاخره غنحاولوا ان ندير لها واحد لا ريزومي صغيور ومن طوب راه حنا غنستافدوا. اذا هذه هي الفقره ديال الميديان. شفنا بان تريونغل عنده ثلاثه ديال لي ميديان، وهاد الميديان قلنا كيكون عنده علاقه مع الراس ديال المثلث. و الى بغينا ننشئوا هاد الميديان هذا اشنو كنديروا؟ اذا بريميرمو كناخذوا المنتصف ديال القطعه، كنديروا المسطره ديالنا، كنعبروا القطعه وكناخذوا المنتصف ديالها، ومن بعد كنطراسيو المستقيم اللي كيمر من الراس اوبوزي وهذا المنتصف ديال ديك القطعه ديال ديك القطعه. وقلنا بان الميديان لا ديفينيسيون ديالو يعني التعريف ديال هذا الميديان هو واحد المستقيم يوزي دانسيم يعني عنده علاقه مع واحد الراس، هو واحد المستقيم اللي كيدوز من هذاك الراس وكيدوز مع المنتصف لو ميليو دو كوتي اوبوزي، كيدوز مع المنتصف ديال القطعه المقابله لهذاك الراس اللي راه حنا كنهضروا عليه. اذا هذا هو التعريف ديال الميديان. وهذا التقاطع ديال لي ميديان اشنو كنسميوه؟ كنسميوه لو سونتر دو غرافيتي دان تريون. وهذا لو سونتر دو غرافيتي كيساوي لينا المسافة مثلا، إذا كان عندي مثلا هنايا المسافة جي مثلا، إذا كنقول بأن لا هوتو كتساوي 3 على 2 ا جي كتساوي 3 على 2 ا اي مثلا. إذا كان هنايا اش، إذا كان هنا اش وهنا جي غنقولو بأن ا جي كتساوي 3 على 2 ا اش. علاش؟ لأن هاد السونتر دو غرافيتي بحال اللي كنقسمو الميديان على 3، المسافة كنقسمو على 3 كنحصلو على هذا السونتر دو غرافيتي. مزيان ميديان فهم؟ نعم. لي بارتي اللي قرينا ديال لي كور هما هادو كاملين، الفيديوهات كلهم غادي تلقاوهم فلاشين، اللي مازال ما شافش الفيديو يمشي يشوف الفيديو باش يستافد. اذا اليوم دابا غادي نمشيو نتاقلو ان شاء الله نصابو واحد التمرين تلميذة معنا في الجروب. تبارك الله عليكم، ترجعوا للتمرين ان شاء الله. واد